عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وكل عام وأنتم بألف خير. إذن سنشرع في حل بعض التباينات للمراجعة في مادة العلوم الطبيعية. راح نبدأ اليوم بحل تمرين الوحدة الأولى وهي تركيب البروتين. إذن الموضوع البكالوريا 2016، هنا التمرين الأول للموضوع الأول. إذا بإبراز العلاقة بين المورث المتواجدة في الأديان وناتج تعبيرها المورثين عند حقيقية النواة، تقترح الدراسة التالية: يمثل الشكل ألف للوثيقة واحد، إذا الشكل ألف للوثيقة واحد صورة بالمجهر الإلكتروني لوحدة متميزة تساهم في تحويل اللغة النووية إلى لغة بروتينية، يعني ترجمة تحويل الـ RNA إلى متعدد البيبتيد أو إلى بروتين. أما الشكل با من نفس الوثيقة دائما وثيقة واحد، فيمثل نموذج ثلاثي الأبعاد لإحدى العناصر الهيولية المتدخلة في هذا التحويل اللي قلنا عليه عملية الترجمة. إذا نلاحظ جيدا الوثيقة، عندي الشكل ألف، لاحظوا الصورة التي يمثلها هذا الشكل ألف، إذا هنا تكبير لجزء هذه الصورة، تكبير. إذا وهنا عندي الشكل با. السؤال الأول يقول: قدم عنوانا مناسبا لكل من الشكلين ألف وباء للوثيقة واحد، يعني أعطي الشكل للشكل ألف عنوان وأعطي للشكل باء عنوان. إذا العنوان تاع الشكل ألف واش راح يكون؟ إذا قالوا لي هنا بالنسبة لي رقم واحد، ماهوش قالوا لي هنا، قالوا لي بأن الشكل ألف يمثل صورة بالمجهر الإلكتروني، دونك يعطي عطوني نصف الإجابة هنا. إذا صورة بالمجهر الإلكتروني لمن؟ لأي عضية هنا؟ إذا صورة بالمجهر الإلكتروني لمتعدد الريبوزوم أو البوليزوم. إذا هذه صورة وليست برسم تخطيطي، هناك فرق بين الصورة والرسم التخطيطي. هنا عطوني صورة وقالوا لي هنا صورة بالمجهر الإلكتروني لمبنى للبوليزوم أو متعدد الريبوزوم. إذا بالنسبة للشكل ب ماذا يمثل؟ وقالوا لي هنا كذلك، إذا قالوا لي عندي بنية أو نموذج ثلاثي الأبعاد، إذا نموذج ثلاثي الأبعاد لمن؟ لي قالوا لي إحدى العناصر موجودة في الهيولة تتدخل في عملية الترجمة، شكون هو هذا العنصر؟ هو إذا الـ RNA. احنا نعلم بان كل الايرانات ولا كل انا يعني ثلاث انواع الايرانات الموجوده اللي هي RNA, RNT, RNA كلها تتركب من سلسله واحده من متعدد النكليوتيدات الريبيه، لكن هنا نشوف سلسله واحده ملتفه حول نفسها ويتم الارتباط بين نكليوتيدات نفس السلسلة بروابط هيدروجينية، وتأخذ هذه البنية ثلاثية الأبعاد، يعني تمثل بنية ثلاثية الأبعاد للRNA اللي عنده حرف L مقلوب. إذا هذه هي العناوين، قلنا بنية ثلاثية صورة من المجهر الإلكتروني، هذا رسم تخطيطي، رسم تخطيطي، قلنا كاين فرق كبير بين الرسم والصورة، رسم تخطيطي لبنية ثلاثية الأبعاد للRNA. إذا السؤال الثاني واش يقول؟ اكتب أسماء البيانات المرقمة دائما في نفس الشكلين. إذا نلاحظ هنا عندنا واحد هو الريبوزوم واثنين هو الـ RNA. إذا احنا نعرفوا بأن البوليزوم أو متعدد الريبوزوم هي مجموعة من الريبوزومات مرتبطة فيما بينها عن طريق RNA. دونك التكبير هذا واش بين لي؟ بين لي ريبوزوم ريبوزوم ريبوزوم، هذه الريبوزومات مرتبطة فيما بينها عن طريق RNA. إذا بالنسبة للبيانات قلنا دونك عندنا هنا الريبوزوم وعندنا RNA، بالنسبة للشكل با البيانات شكون هي؟ إذا
تعلمون بأن الأيرينات يمتاز بوجود موقعين أساسيين اللي هو الموقع 4 اللي هو موقع تثبيت الحمض الأميني. ذكر 4 راح يكون موقع تثبيت الحمض الأميني، والبيان 5 اللي راح يمثل الموقع الثاني المهم كذلك هو الرامزة المضادة اللي رامزة الأيرين أم طبيعة الحال. وعندنا قلنا أن القواعد الأزوتية أو النيكليوتيدات هنا مرتبطة فيما بينها بروابط هيدروجينية. دونك عندي 3 روابط هيدروجينية، 4 موقع تثبيت الحمض الأميني، و5 هي الرامزة المضادة. ألوغ با قالوا لي وضح العلاقة الوظيفية بين الشكلين ألف وباء للوثيقة واحد، يعني ما هي العلاقة الوظيفية بين الشكلين ألف وباء؟ إذا نعلم بأن الشكلين يعني المتعدد الريبوزوم يدخل في مرحلة الثانية لتركيب البروتين اللي هي مرحلة الترجمة، الأيرين تي كذلك عنصر يدخل في المرحلة الثانية لتركيب البروتين وهي مرحلة الترجمة. إذا ما هي العلاقة الموجودة بين الأيرين تي والريبوزوم؟ إذا العلاقة هو أن الأيرين تي دوره هو حمل ونقل. إذا شفنا في الدرس قلنا بأن الأيرين تي يحمل وينقل الحمض الأميني راح يتثبت هنا، يحمله وينقله إلى أين؟ يعني حمض أميني المنشط طبيعة الحال من الهيولة إلى مقر الترجمة وهو الريبوزوم كما نلاحظ هنا في الشكل. إذا عندنا هذا الأيرين تي حامل لحمض أميني منشط سيحمله من الهيولة لأن الأحماض الأمينية موجودة في الهيولة، والأحماض الأمينية كما تعلمون ناتجة من عملية الهضم نلقاها في الهيولة، ستتنشط الأحماض الأمينية بأن أنزيم خاص ينشطها فتتثبت على موقع التثبيت للأيرين تي ويحملها وينقلها إلى الموقع A في الريبوزوم حيث يتعرف الأيرين تي عن طريق الرامزة المضادة على ماذا؟ يتعرف على الرامزة المحمولة في الأيرين A والتي تشفر لحمض أمين. هذه هي العلاقة بين الأيرين تي والريبوزوم أثناء مرحلة الترجمة. إذا نقدر نشوف مع بعض الحل تاع الجزء الأول. إذا هاي ليك إذا قلنا ذكرنا العنوان وذكرنا إذا ذكرنا العناوين هاي ليك وذكرنا قلنا إذا أعطينا البيانات ووضحنا العلاقة الوظيفية بين كل من أيرين تي ومتعدد الريبوزوم أو ريبوزومات مقر الترجمة. إذا الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من التمرين. إذا سمحت دراسة 4 مورثات باستعمال برنامج محاكاة اللي هو برنامج لاناجير بالحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة رقم 2. الوثيقة رقم 2 ويقولوا لي هنا علما أن الجزء A يمثل بداية سلسلة والجزء B يمثل إذن نهاية السلسلة. هاي ليك عندنا جدول إذن الذي يمثل الوثيقة. إذن الوثيقة تبين قلنا سؤال أو يقول سؤال واحد انطلاقا من نتائج الوثيقة تنين. يعني هنا المطلوب ماشي انطلاقا من معلوماتك الخاصة، لا لا، انطلاقا فقط من نتائج الوثيقة تنين. واش يقول سؤال ألف؟ بين الجوانب التي عالجتها دراسة هذه المورثات باستعمال برنامج لاناجير عن إجابتها. إذا نعود ندخل شوية دور برنامج لاناجير. قلنا برنامج لاناجير يسمح من جهة بالمقارنة بين مجموعة من المورثات، يسمح بمقارنة بين مجموعة من إذا بين ثلاث يعني عدة مورثات،
مقارنة بين عدة أيرينات إم، مقارنة بين عدة سلاسل بيبتيدية، كما يسمح لنا لانجان بقيام بعملية استنساخ، زادير استنساخ لايرين إم انطلاقا من سلسلة المستنسخة للأديان، يسمح لنا كذلك بترجمة لايرين إم إلى متعدد البيبتيد. وهنا في الحالة هذه واش عطاونا؟ إذا هنا عطاونا فقط سلسلة سي وعين، يعني عطاونا سلسلة لايرين إم كما تعلمون والسلسلة البيبتيدية. علاش لايرين إم؟ علاش ماشي المورثة؟ تعرفوا بأن لايرين يحمل إذا القاعدة أزوتية أو اللي ما نلقاهاش في الأديان، اللي نلقى مكان الأو نلقاو التي في الأديان، دونك هذه لايرين إم. وهنا إذا السلسلة البيبتيدية هذه على حسب المعلومات اللي نعرفوها، لكن قالوا لي بين الجوانب التي عالجتها هذه الدراسة. يعني الجوانب التي عالجتها عندنا جانبين، عندنا الاستنساخ وقال لي علم إجابتك علاش استنساخ، وعندنا الترجمة نعلم الإجابة علاش ترجمة. ألوغ الاستنساخ لماذا؟ لأن السلسلة سين هي السلسلة التي تمثل لايرين إم، ونعلم بأن لايرين قلنا علاش لايرين باسكو فيه بي ماشي تي، ونعلم بأن سلسلة لايرين إم تبدأ دائما برامزة الانطلاق اللي هي رامزة أو جي. نروح قلنا للخاصية الثانية أو الجانب الثاني هو الترجمة. علاش ترجمة؟ باسكو عين تمثل السلسلة البيبتيدية، كما نعلم كذلك بأن السلسلة البيبتيدية دائما تبدأ بحمض أميني البداية أو الانطلاق اللي هو حمض الأميني الميثيونين، طبيعة الحال اللي راح يوافق دائما رامزة البداية أو رامزة الانطلاق اللي هي الأيوج. ننتقل الآن إلى سؤال با، واش قال؟ دائما انطلاقا من نتائج الوثيقة 2، إذا حدد وحدد الشفرة الوراثية مع التعليل، حدد وحدة الشفرة الوراثية. ألوغ ما هو تعريف الشفرة الوراثية أو الكود جينيتيك؟ هو تتابع محدد للنكليوتيدات على سلسلة لايرين إم. إذا شكون هي وحدة الشفرة الوراثية؟ هي إذا ثلاثية، هي ثلاثية، يعني ثلاث نكليوتيدات، كل ثلاث نكليوتيدات إذا تمثل هنا هذه الوحدة اللي هي إذا الرامزة. دونك بالنسبة لوحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من النكليوتيدات أو ما يسمى بالرامزة. نعلم علاش الرامزة هي إذا الوحدة وحدة الشفرة الوراثية. إذا ناخذ مثلا هنا بالنسبة للقطعة أ، شحال عندي من نكليوتيدا؟ لو كان نحسب عندي 10 11 12 13 14 15 17 18، عندي 18 نكليوتيدا. شحال من حمض أميني تقابل هذه 18 نكليوتيدا؟ عندي 6. دونك واش راح نعمل هنا؟ عندي 18 نكليوتيدا راح نقسمها على 6، شحال تعطيني؟ تعطيني 3. دونك هذه 3 واش تمثل؟ تمثل 3 نكليوتيدات اللي راح تمثل الرامزة، والرامزة هي وحدة الشفرة الوراثية. ننتقل إلى سؤال جيم، ماذا يقول؟ استخرج خصائص الشفرة الوراثية، دائما انطلاقا من نتائج الوثيقة، استخرج خصائص الشفرة الوراثية. إذا ما هي الخصائص التي تمتاز بها هذه الشفرة الوراثية؟ إذا عندنا دائما لايرين إم، دائما لايرين إم أو سلسلة لايرين إم تبدأ دائما برامزة الانطلاق وهي رامزة أو جي، رامزة الانطلاق أو رامزة البداية. حاجة أخرى، إذا بالنسبة لخاصية ثانية عندنا في جدول الشفرة الوراثية نلقاو دائما ثلاث رامزات ستوب أو توقف أو لا معنى لها، وهي يو آ آ يو آ جي يو جي آ. عندنا خاصية واحدة أخرى، سلسلة البيبتيدية، السلسلة عين تبدأ دائما بحمض أميني الانطلاق وهو حمض أميني
الميثيونين الذي يوافق رمزة الانطلاق AUG. ألوغ دال مثل قطعة المورثة واحد، إذا مثل قطعة إذا المورثة واحد الموافقة للجزء A محددا السلسلة الناسخة. دوك واش طلبوا مني هنا؟ طلبوا نبين المورثة. حنا واش عندنا؟ عندنا راح نقوم بعملية الاستنساخ العكسي، يعني من الاي ان ان راح نستخرج المورثة. حنا بالنسبة للاستنساخ مورفين نخرجوا من المورثة الاي ان ان، هنا راح نديروا العكس. عندي سلسلة الاي ان ان راح نخرج منها المورثة. أنا بالنسبة لسلسلة لايغان أن كما تعلمون بأن سلسلة لايغان أن تمثل دائما السلسلة الغير مستنسخة في الأديان، باستبدال بطبيعة الحال الأو بالتي. دونك هذه سلسلة الأديان أو المورثة لكن السلسلة الغير مستنسخة، باستبدال ماذا؟ نستبدل الأو بالتي وتولي السلسلة الغير مستنسخة للأديان. إذا طبيعة الحال السلسلة غير مستنسخة راح تقابلها السلسلة المستنسخة. إذا واش عطاوني مثلا هنا؟ كما نعرفوا عندنا بالنسبة عطاوني لايغان ام، ولايغان ام عندي مثلا بالنسبة لي الرمز الانطلاق ا يو جي، ما راحش ندي كامل راح ندي مثال فقط، وعندي مثلا سي جي سي، واش راح يقابلها في الأديان؟ إذا عندنا سلسلة الأديان الغير مستنسخة هي نفسها لايغان أ باستبدال التي بالأو بالتي، دونك عندي أ تبقى أ، وعندي أو تولي تي، وعندي جي تبقى جي، ألوغ سي تبقى سي، وجي يبقى جي، إذا وسي يبقى سي، وتكون فقط الأو اللي راح يستبدل بالتي، دونك هنا راح نحصل على السلسلة الغير مستنسخة. إذا سهل الآن باش نلقى السلسلة الناسخة أو المستنسخة أو القالب طبيعة الحال بتكملة السلسلة بما يوافقها من قواعد أزوتية مقابلة. نعرف في الأديان الـ A يقابلها الـ T، والـ T راح يقابلها الـ A، والـ G يقابلها الـ C. هنا C يقابلو G، والـ G يقابلو C، والـ C يقابلو G. دونك هنا راح نتحصل على السلسلة إذن المستنسخ. ألو بالنسبة للجزء الثاني، ألو نعطيكم إذا جواب، إذا هذا دوزيام، لا دوزيام بارتي، وراها نحبسو هنا في دوزيام. إذا هنا قلنا الجوانب المعالجة قبل الاستنساخ والترجمة، حددنا وحدة الشفرة الوراثية اللي هي قلنا الرامزة، إذا وعطينا الدليل أو علمنا علاش الرامزة تصبح عندنا 18 قسمنا على 6 تعطيني 3، واستخرجنا خصائص الشفرة الوراثية ومثلنا بطبيعة الحال قطعة المورثة وبينا كيفاش عرفنا بأنها هذه السلسلة الناسخة وهذه السلسلة هي السلسلة الغير مستنسخة اللي قلنا هي نفسها سلسلة لايغان أم باستبدال التي بالإي. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، واش يقول؟ تتميز السلاسل عين الموافقة للمورثات الأربعة بتخصص وظيفي، يعني راهم يتكلموا على السلاسل البيبتيدية، والسلاسل البيبتيدية بعد تركيبها بطبيعة الحال راح تؤدي وظيفة. قالوا لي احصل عدد الوحدات البنائية للسلسلة عين. نعلم بأن الوحدة البنائية للبروتين أو للسلسلة البيبتيدية هي الحمض الأمين، يعني الأحماض الأمينية هي الوحدات البنائية للسلسلة البيبتيدية وللبروتين. أرى أحصل عدد الوحدات البنائية للسلسلة عين الوظيفية، أصبحت وظيفية للمورثات الأربعة. إذا قالوا لي برر إذا سبب تخصصها الوظيفي. نشوفوا الآن نحسب عدد الوحدات، يعني نحسب عدد الأحماض الأمينية. كيف نحسب عدد الأحماض الأمينية؟ إذا هنا راح نحسب عدد الأحماض الأمينية تاع السلسلة كلها. أنا السلسلة كلها شحال عندي دابو عدد النكليوتيدات؟ عطاوني 380، لكن ما نحسبش هنا زادوني 4 هنا نحسبها، دك
مربعة وثمانين 384. هذه 384 هي عدد النيوكليوتيدات، وإحنا نعرف بأن البروتين ديالنا عندما يصبح وظيفي واش راح ننزع من هذه السلسلة؟ راح نحي منها رامزة الانطلاع، لأن كي يتركب البروتين الميثيونين راح ينزع من هذه السلسلة باش تولي وظيفية. راح ننزع كذلك إذا الرامزة رامزة الستوب، لأنها ما راحش يكون كاين حمض أميني يوافقها. دوك واش عندي؟ عندي 380 بعضها 384، راح نقص منها 6. إذا 3 نيكليوتيدات تاع الانطلاق يعني الرامزة الأولى، و 3 نيكليوتيدات تاع النهاية يعني تاع الستوب، تولي 380 ناقص 6 راح تعطيني 374. هذه 374 واش راح نديرها؟ إذا 374 راح نقسمها على، إذا راح نقسمها على 3، على 3 باسكو كون قلنا رامزة راح إذا تمثل بثلاث قواعد أزوتية، نقسمها على 3 واش راح تعطيني؟ راح تعطيني إذا 126 حمض أميني. يعني كل سلسلة عين ندير لها نفس العملية وراح نلقى نفس عدد الأحماض الأمينية اللي هي 126. لاحظوا هنا السؤال با واش يقول؟ برر إذا سبب تخصصها الوظيفي. كيفاش هذه الأحماض، هذه البروتين بيبتيدات عفوا، كلها لديها نفس عدد الأحماض الأمينية لكنها تؤدي وظائف مختلفة يعني متخصصة وظيفيا، ما هو السبب؟ إذا كما نعلم بأن البروتينات تختلف فيما بينها من حيث ماذا؟ من حيث عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية. هنا رانا نشوفوا بأن العدد كله متماثل اللي هي 126 حمض أميني. إذا في ماذا تختلف هذه الأحماض الأمينية؟ تختلف إذا عفوا هذه السلاسل البيبتيدية من حيث إذا نوع وترتيب الأحماض الأمينية، وبالتالي تؤدي وظيفة خاصة. إذا في حاجة نسيتها هنا بالنسبة لاستخراج خصائص الشفرة الوراثية، كاين خاصية ما مديتهاش، قلنا الخاصية الأولى هو كل أيرين أم يبدأ برمز الانطلاق، كل سلسلة بيبتيدية تبدأ بالميتيونين، وكاين لكل حمض أميني يشفر بعدة رامزات، يعني هناك ما يسمى بالمرادفات. نعطيكم مثال، عندي الفالين هنا، وعندي الفالين هنا، وعندي الفالين هنا. نلاحظوا بأن الرامزة تاع الفالين هنا جي سي، نلاحظوها هنا جي او ا، نلاحظوها هنا جي او او، اي بورتو حمض أميني هو نفسه لكن رامزات مختلفة، يعني لحمض أميني واحد هناك عدة رامزات أو عدة مرادفات راح تشفر لنفس الحمض الأميني. إذا باش نكمل إذا التمرين ديالي عطاوني لو غران 3. ألوغ قبل ما نروحو لو غران 3، إذا حساب عدد البنيات الوحدات البنائية عفوا الأحماض الأمينية، قلنا 384 نقصنا منها 6 وقسمناها على 3 تعطي 126 حمض أميني. إذا وقلنا بأن التخصص الوظيفي راجع إلى ماذا؟ إلى الترتيب ونوع الأحماض الأمينية. إذا هنا سؤال آخر واش يقول؟ مما سبق ومن معارفك، هنا مما سبق في التمرين بطبيعة الحال ومعارفك يعني المعلومات اللي عندك من قبل، أجهز رسما تخطيطيا تفصيليا تبرز فيه مراحل العلاقة بين من ومن؟ بين المورثة وناتج تعبيرها. شكون هو الناتج تعبيرها؟ هي السلسلة البيبتيدية، لأن التعبير المورثي وشنو هو؟ تعبر كل مورثة عن نفسها يعني كاين علاقة بين المورثة والبروتين أو السلسلة البيبتيدية اللي راح تتركب. دوك واش راح نرسمو؟ راح نرسمو إذا الاستنساخ الذي يحدث في النواة بطبيعة الحال على حقيقية النواة، وإذا بعد ما يستنسخ الأيرين آم في النواة انطلاقا من السلسلة المستنسخة للأديان راح ينتقل إذا إلى الهيولة ناقلا معه نسخة من المعلومة الوراثية، سينقلها إلى مقر الترجمة في الهيولة وهي الريبوزوم لكي يتشكل البيبتيد أو السلسلة البيبتيدية. وراح نلاحظوا الرسم هنا اللي هي عندنا في الدرس عملية الاستنساخ التي تحدث في النواة بعد استنساخ الأيرين من إحدى سلسلتي الأديان،
يخرج ناقل معه أو حامل معه، لأن دوره هو حمل ونقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة، راح يخرج عبر الثقب النووي لأنها سلسلة واحدة فقط، لا ديان ما يقدرش يخرج لأن جزيئة الأديان ضخمة. إذا وسينتقل الـ RNA إلى مستوى الشبكة الهيولية المحببة، يعني بالضبط على مستوى الريبوزومات، أين يتم ترجمته. ونعرف بأن الترجمة راح تمر بثلاث مراحل: البداية، الاستطالة، والنهاية. إذا شكرا أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء إلى حلقة أخرى في تمرين آخر بحول الله.